بيان المذهب الحق الخالص المحض وهم أهل السنة والجماعة أهل الحديث السلفيون. والجماعة تطلق بمعاني في الأحاديث، تأتي كلمة الجماعة بمعاني، تأتي كلمة الجماعة بمعنى ما عليه الرسول وأصحابه وأهل السنة من تبعهم بإحسان، وهنا الجماعة بالمعنى الاعتقادي الديني. وتطلق الجماعة بمعنى الطائفة من المسلمين يسمعون ويطيعون لولي أمرهم، فهو أميرهم وهم جماعته. وهذه الجماعة بالمعنى الثاني هي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في التحذير من الخروج عن جماعة المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، التي قال فيها: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وهي التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة ابن اليماني لما ذكر ما سيكون في الأمة، قال حذيفة: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه الجماعة الثانية.